أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مع عدد من المزارعين بقرية الحصص بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. جاء ذلك خلال جولة الرئيس السيسي التفقدية بالقرية على هامش افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عايز أسلم عليكم. ربنا يمد في عمرك ويخليك لينا لمصر. اهلا وسهلا بيك. الله يسلمك. الله يعزك. ربنا يعينك. يا رب يعيننا ويدعو لنا. تمام؟ تمام. جالك يا ريس والله. محتاجين دعواتكم والله. ربنا يعينك. الله يعينك. ايدي الشقيانه يعني. ربنا يعينك. ايدي الشقيانه انا بسلم عليك. يا ريت التقاويات تيجي حلوه. تقاويات بس تتوفر للمزارع في الجمعيه. احنا بنحاول والله ان احنا نعالج المسائل دي، ان احنا نوفر تقاوي كويسه. لان بالمناسبه عايز اقول لكم قليله شويه يا معلم. انا هقول قليله شويه. ما انا هقول احنا من مصلحتنا كدوله ان انتوا تجيبوا احسن انتاجيه، سواء كان في الكميه او في النوع. هو فدان. انا بطلب طلب واحد بس. هو طلب مهم للكل. يا ريت السيد وزير الزراعه يخلي الشركات بتاع الادويه تحط الرقم بتاع السعر على الازازه. ادويه بتيجي ما انا ما بدعوش على حاجه. دي بخمسه ب10 صاحب المحل بيبيع براحته. معلش يا ريت يرحم الفلاح بس السعر على الازازه بس، مفيش اكتر من كده. سعر عالي. ويا ريت الجمعيه الزراعيه توفر لنا زي زمان الدواء والدواء والتقوي في الجمعيه. ده اللي احنا نطلبه من حضرتك. وسعادتك لو حضرتك لو ممكن مصر تطلع انتاج غلي تكفي مصر، ما نحتاجش ارداب واحد من بره. لو التقويات وكل حاجه بقت 10 على 10 صراحه. وكمان والرز برضه يزيد شويه عن كده. شكرتين بس الفدان ما تكفوش. احنا كنا بنصرف ثلاثه الاول. طب انا هقول لكم حاجه عشان نتكلم كلام احنا بنحترم عقد بعض. اتفضل. عايز اقول لك ايه؟ الكيماوي ده كان بيتعمل وكان وحدة الغاز كانت بتلاتة دولار. وحدة الغاز دلوقتي بأربعين دولار. بكام؟ هو قبل حتى ما كان حتى أيام ما كان بتلاتة كان التمن اللي أنت بتاخده بيه هو نص التمن اللي اتباع بيه بره. الدعم. هو فرق الدعم. يعني فاهمين أقصد إيه؟ طيب لما حصل ده احنا ما زودناش الغاز قوي على شركات الغاز اللي هي دكتور مصطفى. انا بقوله ليه؟ لان انا عايزك برضو تبقى عارف الحكايه معايا. تبقى عارف ليه احنا مش قادرين نخليهم ثلاثه. النهارده الطن 6000 كيماوي اصلا 6000. طب هو ثمنه كام دلوقتي؟ ثمنه على قديم في حدود ال 10. ثمنه على الجديد اضرب في مره ولا اتنين كمان، يعني مش 10 بقى يبقى 20. بس انا ما زودتوش عن كده. مش انا ما زودتوش يعني متفضل عليكم، لا انا بحاول اراعي احنا كدوله ان احنا التكلفه ما تبقاش، لان في النهايه الرز لو غلى هيبقى غلى على مين؟ على كل الناس. فالغاز ثمنه مش كده. وانا قلت قبل كده ما اعرفش انتوا سمعتوني ولا لا، قلت لكم ان احنا لما الغاز غلي والبترول غلي انا ما غليتوش على الناس. ليه؟ مش البلد مش هتستحمل. البلد ايه؟ مش هتستحمل. الناس مش هتستحمل. والله احنا في نعمه نتحسد عليها. ده فضل من الله. ومش بس كده. طب الكهرباء. الكهرباء كانت برضو وزاره الكهرباء بتاخد من وزاره البترول الغاز ب 3 دولار للوحده. قبل الغاز ما يغلى احنا كان تقريبا في 17 18,000 وحده بتاخد الكهرباء بتلت ثمنها او نص ثمنها.
17 مليون. سبعتاشر مليون يعني 17 مليون أسرة بكام؟ بتلت ثمن الكهرباء. امتى؟ قبل الكهرباء لما كانت واحدة بثلاثة دولار. طب لو احنا بقت بأربعين زودت زي ما هو. وبالتالي انا عايز اقول ايه؟ ده اللي الدولة حاولت ما تعكس الازمة اللي موجودة برة على اهلها. بالمناسبة محدش بيدفع حاجة منين؟ احنا نجيبش نجيبه. نجيب مين؟ نجيب مصر. نجيب مين؟ بس برضو يعني القلب على القلب رحمة. القلب ايه؟ انا سعيد اني شفتكم النهارده. متشكرين. كل سنه وانتم طيبين. سلمونا على اسركم لو سمحتوا. دعواتكم الطيبه. سلام عليكم.